جلالة المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الاثنين النظر في الشكاية اللي كانت قدمت بها الفنانة دنيا باتما والأخت ديالها ابتسام ضد الفنانة سعيدة شرف واليوتيوبر رضا البوزيدي الملقب والشينوية. وحدات المحكمة يوم 4 من شهر ديسمبر موعد جديد للبت في هذا الملف بعد ما تغيبوا جميع الأطراف اللي كيتعين عليهم الحضور بشكل إجباري للجلسة المجية. للإشارة فهذه المرة الثالثة اللي كيتأجل فيها هذا الملف بحيث تأجلت جلسة سعود من أكتوبر بسبب غياب سعيدة والشينوية، وقبلها تأجلت جلسة 11 من الشهر اللي فات اللي كانت دنيا باتما قالت في ستوري على الانستغرام أنها تأجلت بسبب طلب دفاع المشتكي بها واللي هي سعيدة شرف مهلة لإعداد دفاع. وبالنسبة لرضا البوزيدي فتم تعديل معلوماته الشخصية نظرا لتشابه الأسماء مع شخص آخر. جدير بالذكر أن الفنانة دنيا باتما كانت خدات هي والأخت ديالها قرار متابعة الفنانة سعيدة شرف على خلفية قضية حمزة مونبيبي في الوقت اللي قروا متابعة ولد شينوية بتهمة السب والقذف.